يمنى، مش عارف يمنى ولا يمنى، انت يمنى صح؟ ايوه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اعرفك بنفسي، انا زهدي مأمور الضرائب المسؤول عن قضيه فارس قنديل. هو عليه قضيه؟ يوه، ده عليه مجموعه قواضي، ده مش بعيد يبقى رد سجون الا اذا جوزك وخد الميراث. ميراث ايه؟ ها؟ انت ما تعرفيش موضوع الميراث دوت؟ لا. طيب بقى ما ينفعش اقول لك عشان ما يقولوش ان انا بوقع بينكم وبين بعض، اقول اي كلام فقف علام، ما ينفعش. من فضلك انا عايزه افهم. ما تضغطيش عليا، ابوس ايدك. يمنى بلاش ضغط زياده، استغفر الله العظيم. بص يا ستي، فارس قنديل هيقعد يقولك بحبك وبموت فيكي لحد ما يوقعك في شباكه ويتجوزك وياخد الميراث، بعد كده يطلقك بقى ولا يسجنك معاه، انا ما اعرفش. يمنى انا ما قلتلكش حاجه. طب هو بيعمل كده ليه؟ يا رب، وصية جده يا ستي. يمنى انا ما قلتلكش حاجه. يمنى اوعي. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك يا عم فارس، بصراحة كده من الآخر، اوعى تمضي وصل الأمانة لزهدي. بقول لك أهو، ما دام بتحب يمنى قوي كده، ما نتجوز بقى ونخلص. يمنى؟ دي قلبت حتة قلب امبارح، غريبة جدا. قلب إزاي يعني كده ولا يعني؟ لا لا لا، مش قصدي. أمال إيه؟ مش عارف، زي ما يكون عندها زهايمر أو راكبها عفريت. يا راجل. واحدة تانية خالص. سلام قوم رب الرحيم. إيه؟ دي جاية أهي. عفريت. بقول لك إيه؟ العفريت ده إحنا محتاجينه. حافظ عليه، ها؟ تحطها بقى في زلعه، تحط يعني معاك لغايه ما نخلص، ها؟ ورايح مشوار راجع لك. سألت عليك قالوا لي انك هنا. خير يا فندم، في حاجه؟ انت عايز تتجوزني عشان ميراث جدك؟ نعم، في حاجه؟ عايز تتجوزني عشان ميراث جدك؟ مين اللي قال لك؟ زهدي كتكوت الامير. ايه ده؟ زهدي؟ اول مره اعرف ان هو حفيد كتكوت الامير. أنا هقطع له لسانه زهدي ده، هقطع له لسانه. طب وليه ما قلتليش الحقيقة من الأول؟ ما هي دي الحقيقة. يعني مفيش ميراث؟ لا في، بس هو بص يا يمنى، أنت دلوقتي إيه؟ لا تمام. أصل أنا لما شفتك إمبارح الصبح، الصبح مش بالليل، الحقيقة قلت إن دي بنت جميلة وطوع كده وبتسمع الكلام، وما كنتش بفكر في الميراث خالص وقتها. إنما بالليل بقى بصراحة ما كنتش بفكر غير في الميراث. بعد القلبة دي وبتاع، بس انت دلوقتي يعني تمام. انا دلوقتي يعني بفكر فيك، مش في الميراث. ايه؟ مش مصدقاني؟ مصدقاك، وهي دي المشكلة. مشكلة؟ مشكلة ليه يعني؟ اقول لك تعالي نتجوز دلوقتي، احنا دلوقتي الصبح، يلا بينا. يا ريتها سهلة قوي كده. طب وايه اللي هيصعبها بس؟ انت مخبية عني حاجة؟ بعدين هقول لك. لو هتستني بالليل ما تقوليليش، قولي لي الصبح. الو. ايوه يا بابا، وحشتني قوي. انا بكلمك عشان اطمنك عليا. لا مش هينفع طبعا ارجع القاهره لغايه ما نحل المصيبه اللي احنا فيها. انا هكلمك كل فتره كده عشان اطمنك عليا. لو حصل اي جديد هبلغك. مع السلامه. شد القلوع يا مراكبي، مفيش رجوع يا مراكبي، يا مراكبي، يا مراكبي. انت ازاي تروح تقول ليمنى ان عايز اتجوزها عشان الميراث؟ يا سلام، وانت هتتجوزها عشان خاطر حاجه تانيه؟ لا مؤاخذه. انت مالك انت؟ انت مالك؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ بمشي مراكب. يا ابني انت فاكر نفسك قناه السويس؟ ده بسين اطفال. والمصحف؟ انا افتكرتها بحيره اصطناعيه. وبعدين خد انت، انا غلطان اللي انا عايز اعتقك من السجن اللي انت هتخشه. سجن؟ لا مش هتسجن، بالعند فيك مش هتسجن، هتجوزها. تتجوزها؟ تعالى قابلني، البنت دي عندها فصام، وانا اهو انت اهو، الجوازه دي مش هتعمر، هتنفصلوا عن بعض. انت بتعرف الحاجات دي منين؟ قول مين مش عارف في الفندق؟ ده كل الفندق عارف. بقول لك ايه؟ الحاج هايم بتاع البهايم قرر ان الفايده تبقى 9% وهيديك عليهم بهمتين هديه. لا 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 لا، بقول لك ايه؟ المتر غلاب بقى مقريني على كل حاجة، مش همضي لك وصل الأمان. المتر مين؟ غلاب. غلاب؟ هو باعهم عليك؟ ده شكله والله كاتب محكمة.
والله العظيم انا كنت بقول لنفسي كده. لا 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 بس وريني الكارنيه. هيدخلك السجن وانا هو انت اهو ومش هيجي يزورك. لا 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 هيجي يزورني. ولا هيزورك ولا هينيل يا عم. يزورني ايه؟ مش هتسجن اصلا. هتتسجن وانا هو انت اهو. يا ابني كفايه يا ابني. تفتكر اني واحده هتسبق؟ شد القلوع يا مرج بي، مفيش رجوع يا مرج بي. انت متاكد يا ابني من الكلام اللي بتقوله ده؟ انا شفتهم بعينيا الاثنين دول وسمعتهم بودني الاثنين دول. بقى سمعت ولا شفت؟ انت لا بتشوف ولا بتسمع. انا عمري كدبت عليك في حاجه قلتها لك قبل كده؟ لا الحقيقه كله كده، كل اللي بتقوله كده. شفت شفت؟ عايزك تطمن يا مستر فارس، عايزك تطمن وتتاكد انك وراك رجاله وحوش نمور قرود. بس حاضر حاضر حاضر، تعال تعال. اقدر اعرف انت خرجتي من الاوضه ليه اصلا؟ بصي يا يسرى. سامع؟ بس وطي صوتك، وطي صوتك. حاضر حاضر. احنا عشان نفضل في امان. شايف شايف يا ابني، وطي صوتك وطي. لازم ما تخرجيش من الاوضه خالص. لازم الناس تفضل تتعامل معايا انا بس، عشان هم عارفيني انا بس. يا بنتي دي ناس كلها هبله ومش فاهمه حاجه، مش مركزين اصلا. ايه ده؟ دول طلعوا. ثم انا بقى مش جايه عشان اتحبس. سامع؟ المهم ان احنا ما نظهرش مع بعض وخلاص. لا يا يسرى، انت جايه هنا عشان احبسك لحد ما نشوف حل في المصيبه اللي انت وقعتينا فيها دي بسبب استهتارك وسوقتك السريعه اللي شلتي فيها الراجل يا عيني عليه وهربتي. لو كنت سمعتي كلامي وهديتي من السرعه شويه ما كانش حصل اللي حصل. ايه شايف؟ وطي صوتك بقى يا مستر فارس، وطي صوتك. عايزه اولا هو اللي مستهتر، محدش بيعدي على طريق سريع كده وهو بيتدلع. ثانيا انا مش هخاف عليه اكتر من نفسه، المفروض يعدي بسرعه او يستنى لما الطريق يبقى فاضي. ولا انت بقى عاوزه تسلكي الطريق عشان يفضلك مع اللي اسمه فارس ده وتحبسيني؟ وفيها ايه؟ فيها ايه يعني لما الاقي عريس كويس ومحترم وعايز يتجوزني؟ بس المشكله بقى اقول له ايه؟ ها؟ اختي هربانه من جريمه قتل؟ عشان خاطري يا يسرى الحل الوحيد انك تسلمي نفسك واحنا نحاول نجيب اكبر محامي يترافع عنك عشان نعيش حياتنا الطبيعيه. طب انا هقول لك على الدغري من، لو انت عايزه تتجوزي اللي اسمه فارس ده اتجوزيه، انا عن نفسي مش هسلم نفسي عشان تبقي عارفه. خلصانه؟ طيب انا هوريكم. تعرف احلى حاجه فيك ايه؟ ها ايه؟ اللي اسمك سعيد، يعني كل اخبارك سعيده. تعال. مات مازال القهوة اللي حضرتك طلبتيها. تعالى هنا يالا. لا مش هيجي. تعالى هنا يالا. براحة، في ايه؟ في ايه؟ وحيد الله. أنا مش طلبتها مغلية؟ حصل ما جبتهاش مغلية ليه؟ أنا ليش هنجيبها مغلية؟ تروح تجيبها مغلية؟ أجيبها مغلية بسرعة. ماشي أجيبها مغلية. يلا. لا 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 ربنا معاك، ده في حوارات جوه يا باشا. انت بتترعش كده ليه يالا؟ مساء الفل يا معلمه. ولا سلام ولا مسا ولا كلمه كويسه. جرى ايه يالا؟ ما تنزل من على دماغي بقى. يالا؟ ماشي يا معلمه. انت معلمه؟ انت معلمه. جرى يا يسرى؟ يسرى؟ فاكراني عيل هتي؟ انا هارش كل حاجه. خدي بالك من هارش دي. ده انت رامي ودانك بقى. واقدر ابلغ عنك. ابلغ عنك في جريمه القتل وفي انتحال شخصيه اختك. مش كفايه؟ مش كفايه قاعدين في اوضه سنجل وانتوا دبل؟ تعالي يا يمنى شوفي العريس اللي انت كنت عايزه تتجوزيه. ايه ده؟ هي كنت عايزه تتجوزني؟ ما تيجي سكه وتجيب من الاخر. انا هجيب لك من الاخر. سلمي نفسك. وانا هوكل لك احسن محامي هنا في الاوتيل. الاستاذ غلاب جهبز القانون، وان شاء الله بعون الله هيجيب لك اعدام. قصدي 15 18 سنة. وإذا كان علاقتك معايا في الحبس والصوم. ده أنت مظبط كل حاجة بقى. وأتعاب المحامي عليا، ما تقلقيش. قلت إيه؟ أفكر وأشاور يمنى. وبعدين على فكرة جو الشبحانة ده مش لايق عليك خالص. شبحانة؟ ها. أنا لسه شايف فيلم الأستاذ عادل أدهم. والإيه يا قطة؟ يا ناس انا دوبت في جلاليب وجلاليب يا فرج الله يا رب. فكرمني كده دايما على طول يا رب.
الخمسه بقى كده اهوت والعشره بتاعتها. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، وسايبني واقف يا اخي اتقي الله، مفيش احترام للكبير، انتخب شويه. اعوذ بالله. ده ايه ده؟ ايه؟ ايه اللي معاك ده؟ ده شقه عمري. شقه عمرك؟ اه. وريني كده. وشقه عمرك جايبه فكه ليه؟ نازل من الميكروباص؟ انا هاخد شقه العمر ده كله. عارف ليه؟ ليه؟ عشان مفيش معلومه جبتها لي من ساعه ما قلت لك هات لي المعلومات. هجيب لك معلومه ازاي يعني؟ هو انا عمري شفت منك حاجه؟ امسك. عشان انت حبيبي. اه. اه. ايه الاخبار بقى؟ استر يا رب. استر يا رب ايه؟ انت عمال تتلفت حواليك ليه؟ ده مفيش غيرنا انا وانت في الجنينه. حاضر حاضر حاضر. يمنى ليها اخت توأم قاعده معاها هنا في الاوتيل. يمنى ليها اخت توأم قاعده معاها هنا في الاوتيل؟ اه. امسك. والغريبه انها شبهها بالظبط. سبحان الله. والغريبه انها شبهها بالظبط. اه. امسك. يمنى تديني التبس من هنا والتانيه شفاط. السحب عندها عالي تاخده مني على طول. السحب عندها عالي تاخده منك على طول. آه. امسك. ولو عرفت قصتهم بقى ايه حكايه ما قلتش. ايه قصتهم؟ قول لي الحكايه. ما اعرفش، ما هم كان صوتهم واطي وانا مش سامع. ومين اللي يعرف ان شاء الله؟ مستر فارس هو سمع كويس، ممكن اعرف منه واحكي لك. حلو ماشي. اه. لحد بقى لما تعرف بقى من مستر فارس انا هاخد الفلوس ديت وبدالك مكافأة نهاية الخدمة. طب وشقة عمري؟ طب اديني أي حاجة؟ حاضر. أدي بوسة. والله كسفتني.